جعدان الاذاعه المحليات الاصايل مسافتنا المقرره الا وهي 4 كيلومتر. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشره الى مقدمه الشوط ونجد شاهين من يتصدر الهاملي بهذا الانطلاق. فاضل بن سعيد بن سالم الهاملي مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول. ثاني المراكز من ينطلق مباشره في هذه اللحظات زعفران عبيد بن سالم بن سيف الراشدي من يتقدم ويقدم لنا زعفران مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من شاهين منصور بن محمد بن حميد الدرعي محتل مع المركز الثالث. رابع المراكز من ينطلق نشوان حمد بن راشد بن خويدم الشامسي ينطلق مباشرة مع المركز الرابع. أما اللي في المركز الخامس ويصل هنا برزان هزاع بن محمد بن سيف المزروعي مع المركز الخامس. نقلة مباشرة إلى شاهين سالم بن علي بالحيلي بن تعيب الكتبي يتقدم مباشرة مع المركز السادس في هذه اللحظات. سابع المراكز المركز السابع شاهين علي بن هلال بن غريب الينيبي من علي بن هلال بن غريب الينيبي من يتقدم ويقدم لنا شاهين بن غريب في هذا الشوط. الوصول الجديد مع المركز الثامن من ينطلق هنا الغزال حمد بن خليفة بن محمد الدرعي. أما اللي في المركز التاسع يصل قالط عبيد بن علي بن نصر المنصوري يتقدم قالط مع المركز التاسع. وعاشر المراكز وختام نداءنا الأول نهاب سلطان بن حبروت بن سلطان بن سيف الكتبي. هكذا نتيجة الشوط وهكذا النداء الأول. نعود حيث البداية نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. يا سلام هذا المنظر الرائع 4 من القعدان في شوط الانتاج. يا سلام على مقدمة الشوط وعلى الصدارة. هنا شاهين ويتقدم مشاهدين الكرام نشوان ومن الجانب الآخر ينطلق في هذه اللحظات شاهين. يا سلام تعود الملكية لمنصور بن محمد بن حميد الدرعي هو من استلم القيادة والصدارة والريادة في هذا الشوط. سيطر مع البداية احتل المقدمة. هنا شاهين لفاضل بن سعيد بن سالم الهاملي مع المركز الثاني. المركز الثالث ياتي نشوان حمد بن راشد بن خويدم الشامسي ينطلق مباشرة مع المركز الثالث. المركز الرابع ينطلق زعفران عبيد بن سالم بن سيف الراشدي يتقدم مع المركز الرابع. خامس المراكز اللي في المركز الخامس برزان وصل هنا وانطلق برزان هزاع بن محمد بن سيف المزروعي ينطلق مباشرة إلى المركز الخامس. وفي سادس المراكز شاهين لعلي بن هلال بن غريب آلي نيبي مع المركز السادس. أما المركز السابع ينطلق اللي هو شاهين لسالم بن علي بن حيلي بن تعيب الكتبي ينطلق مباشرة مع المركز الثامن في هذه اللحظات. وسابع المراكز ثامن المراكز وصل بن مراش يتقدم شاهين محسن بن الشرقي بن سعيد بن مراش العفاري يتقدم بهذا الانطلاق هو المسار. وهنا أيضا الوصول والقدوم من اللي هو الشميمي أول إذاعة الشميمي سالم بن سليف بن سالم العفاري بدأ يغير من مركز إلى مركز. الغزال حمد بن خليفة بن محمد الدرعي ونهاب سلطان بن حبروت بن سلطان الكتبي. هكذا نتيجة الشوط وهكذا النداء الثاني. نعود إلى المنتجين نعود إلى شوط الانتاج شوط القعدان المحليات الأصايل. هنا مشاهدين الكرام ضمن أشواط الانتاج أذكر الكيلومتر الأخير وغادرناه إلى خط النهاية الاتجاه بإذن الله تعالى إلى ناموس هذا الشوط. لمن يترى الناموس ما بين هؤلاء الشعارات ما بين هؤلاء الانتاج الطيب والمنتجين بالفعل بنوك المستقبل بإذن الله تعالى بنوك الانتاج. يا سلام تزويد السلالات بالفعل.
هو مشاهدينا الكرام المقدمة والصدارة شاهين مع المقدمة، مسيطر مع البداية، وهناك أيضا اللي هو نشوان، سلالة شاهين، سلالة نشوان، يا سلام. هنا أيضا ينطلق في هذه اللحظات، قدمنا يوسف، نشوف الرقص في هذا الصباح. هنا يأتي اللي هو يا سلام برزان هزاع بن محمد بن سيف المزروعي، ومن الجانب الآخر ينطلق أرى شاهين منصور بن محمد بن حميد الدرعي، ولكن القادم الشميمي، وصلكم الشميمي سالم بسليم بن سالم العفاري، طارن القعدان، الرقص يحلو مع الإذاعة، المتعة والإبداع بالفعل. هناك مشاهدينا الكرام الشميمي، ومن الجانب الآخر من يتقدم بهذه اللحظات، يا سلام، هناك شاهين والشميمي، شاهين بالفعل مشاهدينا الكرام. هنا اللي هو شاهين فاضل بن سعيد بن سالم الهاملي مع الانتاج والناموس، سعد الله صباحك فاضل بن سعيد بن سالم الهاملي المركز الثاني، الشميمي سالم بن سعيد بن سالم العفاري المركز الثالث شاهين منصور بن محمد بن حميد الدرعي رابع المراكز، وخامس المراكز كان الدخول جماعي، نترك للاخوان الذي لهم دور فعال مع خط النهاية مع لجنة التحكيم. شكرا مشاهدينا الكرام على هذا الانطلاق والمسار، نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصوله شاهين لفاضل بن سعيد بن سالم الهام لقطع المسافة في زمن وقدر. مشاهدينا الكرام 6 دقائق 4 ثواني وفاء وتمام تهانينا والناموس لفاضل بن سعيد بن سالم الهام على هذا الفوز والانتصار. الشميمي ثانيا لسالم بن سليم بن سالم العفاري قطع المسافة في زمن وقدره 6 دقائق 4 ثواني 3 من الأجزاء تهانينا والناموس. شاهين ثالثا منصور بن محمد بن حميد الدرع قطع المسافة في زمن وقدر مشاهدين الكرام 6 دقائق التوقيت الزمني